زوج كان كيقول كنوجه لك تحيه بعدا او كنوجه تحيه للمشاهدين ديال شوف تي في. كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما جدادين عند فيصل إيتري، من بينهم اغنيه كتحمل عنوان لاين سيدنا، كنتمنى انها زعما تطرق المغاربه وتطرق الاسره العلويه وملكنا محمد السادس نصره الله. وهادشي اللي كاين بالنسبه للجديد، وكاين بزاف ديال الحوايج من افلام قصيره من بزاف ان شاء الله جايين من القدام. نوش فيصل فرحان اكيد فرحان، لانه ماشي فرحه جديده، لان كانت فرحه قديمه انتصرنا شحال هذه وعاود انتصرنا، والصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه، واللي كيقول هكا راه هو غير حمق ولا هبيل ولا ما عندوش العقل. هذا الشيء اللي كاين، وكما كتشوف راه النتيجه بانت، ويعني من الوهله الاولى مازال كاع ما بدينا، يعني الله شافونا جايين غا من بعيد وهربوا ذهبوا بعيدا. هادشي اللي كاين، يعني بلا ما يحاولوا، بلا ما يحاول شي واحد. هاد الأغنية كما قلت لك كتحمل العنوان الله ينصر سيدنا، وإن شاء الله راه كاينة في قناتي في فيصل إيتري أوفيسيل. هاد الأغنية يعني غنيتها من القلب صراحة، وكلماتها كاملين كلمات من ميكرو اوكي، يعني الفم اوكي، يعني كلمات كما قلت لك كلماتي والحان ادم الوردي، و يعني كلمات زوينين صراحه كيدخلوا للقلب، انا حبيتهم صراحه حيت انا اللي كتبتهم، وكلهم يعني كلمات مغربيه 100%. صورنا في خدينا مشاهد في الصحراء الرمله كما كيعرفوا المغاربه، وخدينا مشاهد اخرين. المهم الحمد لله، يعني واخا انا كنت ذاك النهار مريض صراحه، مريض وانا ما كنحملش الحراره، السخونيه ما عنديش معاها، ولكن واخا كنت تحملت وصبرت لان كنا غاديين في الصباح، كان واحد الجو اللي هو كما كنقولوا بارد، وكتبان كلشي هو هذاك، غير وصلت هذيك 12 ونص الحراره شديده جدا، وزايد انا كنت ذاك النهار مريض، ولكن مع ذلك صورنا، يعني حتى شي حاجه ما تصوروا غير في مدينه اكادير نيت في الصحراء المغربيه في مدينه اكادير. خدينا مشاهد، يعني كما كتعرف انا ضروري، المهم كتاخذ مشاهد قرابي للصحراء من الرمله وكتاخذ شي حاجه. بالنسبة لأغنية وطنية ما كنتش كتستدعي أنني باش نعيط على شي واحد اللي مثلا شي موديل ولا شي حاجة، فكنت غنيت مثلت بوحدي كنت في الكليب. شنو اللي كاين؟ لا ما كاين حتى شي حاجة، هاد الأغنية أصلا شحال وأنا كتبتها، شحال وأنا درتها ياك، تسجلات في استوديو فؤاد الصياد، وبقات ديما هكا كاين تيم تيم تيم، حتى جات الفرصة وسجلناها صافي، وهادشي اللي كاين، يعني ما كاينش شي حاجة اللي مرتبطة بالحدث ولا شي حاجة، يعني كانت عندي أغنية صافي، أغنية وطنية مسجلها من حبي لملكنا محمد السادس نصره الله، وكمغربي درت الأغنية. كيف غنمشي للصحراء؟ اكيد غادي نمشي للصحراء بكل فرح، لان انا جدودي كانوا مشاو في المسيره الخضراء اللي كانوا غابوا على ديرهم اللي شهر، يعني شهر عاد رجعوا، وكان مغربي، واي مغربي اكيد غتسولو غادي يقول لك غادي نمشي للصحراء بدون تردد الا كانت شي حاجه. اكيد بالنسبة للفيديو ديال الوداد، أنا صرحت في واحد اللقاء غنيت على الرجاء، فبزاف ديال الناس صافي قالوا فيصل رجعوا، ملي كان واحد الفيديو كنت لابس فيه التيشيرت ديال الوداد قالوا علاش أنت نطي كتغني على الوداد وأنت أصلا صرحتي رجاوي، واللي ما عارفينش أنا كنشجع جميع الفرق،
لا الرجاء، لا الوداد، لا الحسنية، لا النصر، يعني جميع الفرق المغربية بدون استثناء كنشجعها. ما عندي حتى شي مشكل، اللي يربح عندي انا هذاك هو الرباح، فهمتي؟ ما عنديش مشكل، اللي ربحات هادشي اللي كان، وهادشي اللي خصو يكون اصلا، كان داك التعصب ولكن ما خصوش يكون داكشي ديال المدابزات، وخصنا حيت حنا مغاربة الحمد لله، كاينين فرق اللي ربحات نفرحوا ليها، هادشي اللي كان، انا كندير الكاف وكنرتاح. كان ميل لواحد الفريق اللي هو فريق الحسنية اكيد بحكم انني اكاديري، ولكن كنشجع جميع الفرق، ما عنديش مشكل. ما كانت حتى شي فكرة، كان تيشرت عادي لبسته، انا صافا فكرتش كاع، ما على باليش، ولكن انا ما على باليش، هذا هو الاهم، انا ما على باليش، انا لبست تيشرت عادي، تيشرت لقيته عندي لبسته، ما كاين عندي حتى شي، ما عندي، ما كانش شي نوايا ولا شي حاجة، ولكن هو ما خداوها بهذيك الطريقة، ما عرفت، اعتبروها انني انا علاش، واش انا كنت قلت رجاوي ودابا عاوتاني ودادي، لا ما عنديش انا حتى شي حاجة، انا بجوجهم كنشجعهم، راه انا قلتها وشحال هادي، واللي كيعرفني شخصيا عارف بانني ما عنديش انا واحد الفرقة اللي غنتعصبهم تعصب من اجلها، ولا كنشجع الجميع وكنقول الله يسهل على الجميع. اكيد غبرت ما الدراسة شوية، وزيد عليها انها كيجوني ناس كيعيطوا، ولكن ما كاينش ذاك الظهور من اجل الظهور، لا يعني خص يكون شي حاجه عندي، شي جديد بحال دابا عندي اغنيه فتستحق انني نهضر عليها، اما باش غير يكون لقاء هكاك عادي. ان شاء الله ان شاء الله، دابا غاتاني الفرق كما قلت لك كاينين بزاف ديال الحوايج، كاينين الرايه ديالي تحت لي الرايه ديالي ميمكنش، فكما قلت لك يعني كاينين بزاف ديال البروجيات ان شاء الله، من افلام قصيره، كاين ديو مع رابور ان شاء الله غادي يكون، هادشي اللي كاين بزاف ديال الحوايج ان شاء الله من هنا لقدام، بعد الديو مع رابور مغربي غادي يكون قريبا ان شاء الله. هادشي كما قلت لك يعني كاين مع رابور، الاسم ديالو فؤاد صيد، ان شاء الله غادي تكون انت هي قريبه ان شاء الله. شي حاجة جديدة يعني، كاينين أفكار، لأن ضروري خصك دير الجديد، ما يمكنش تبقى منحصر في لون واحد، ضروري خصك التنوع وهذا الشيء اللي كاين. فيصل يعني ربما شفتي مؤخرا يعني واحد فيديو ديال هويا، شنو الرأي ديالك في الرقص بحكم أن فيصل كيدير الرقص؟ إيوا شوف، بحكم فيصل كيدير الرقص، كتعرف ان الرقص ديالي انا ماشي بحال الرقص ديال الراقصة، هذا هو، هذه هي الاولى، شنو هو زعما الراي ديالي فيها، الله يسهل عليها، انا كنت شفتها قالت في واحد الفيديو بانها كانت درت واحد الفيديو باش تطلب الناس يعاونوها، هذا الشيء حتى واحد ما تسوق ليها، يمكن كانت لابسه لباس محتشم وحتى تعرات عاد ولاو الناس كيعاونوها، فهنا كاين واحد علامه استفهام، يعني واش خصنا نديرو شي حاجه غير مالوفه ولا نديرو شي حاجه خارج القانون، ياك عاد يمكن الواحد يقول يشوف فينا تما كاين خلل، خص الانسان وطلب مساعدة باللباس، لا خصني نعاونه، ما كاين باش تال تيعري مثلا على المفاتيح ديالو عاد نعاونه ونساعده، فأنا كنشوف كاين تما خطأ. دير الروتين اليومي، بالنسبة لذاك الروتين اليومي شوف، راه النية، راه الانسان قبل ما يدير واحد الحاجه كيفكر، لان واحد الانسان ملي غادي، واحد الانسان لان بزاف العيالات الرجال ما كيديروش، ملي كتقبل ما دير فيديو هي معتمده انها تبين شي مواضيع من الجسم ديالها، ياك وهي قاصده، هذا هو يعني هي قاصده داك الشيء، فاكيد غادي تعاقب عليها، يعني ما تشوفش هي المشاهدات ولا تشوف الارباح ولا تشوف داك الشيء غتستافد، يعني تشوفها بينها وبين الله، هادشي اللي كاين. ايوا الله يهديهم، هادشي اللي كاين، خص الروتين ماشي عيب ولكن غير يكون محترم، كاينين بزاف ديال القنوات اللي كنا كنتابعوهم شحال هادي في شي اوكله ولا شي حاجه محترمين، يقدر كاع ما كتبين حتى وجهها وكلشي عندها طالع، وهادشي يعني الناس بغاو ديك الاوكله اللي كتبين، ماشي يشوفوا وجهها ولا يشوفوا مثلا شي منطقه من الجسم ديالها، هادشي راه عيب وعار صراحه تقال. انا الروتين درته في واحد الفيديو، ولكن الروتين محترم، كنت كنصب شي مويطات ما كاين حتى شي مشكل، يعني محترم،
يعني ما كاينش خص غير يكون الاحترام، ما يكونش شي حاجه اللي هي مقصوده باش دير بها شي حاجه خايبه. منح هي ان شاء الله مستقبل. الله يسهل على كل واحد. انا مستقبلا ان شاء الله بالنسبه للقرايه فاكيد واحد منك يقرا خصو مثلا يتوظف، فكنتمنى ان شاء الله الخير قدام. وبالنسبه لهذا الشيء ديال الهوايات والاغاني والمسرح فتا هو ان شاء الله الله يسهل عليه. انا طالب جامعي، قريت درت شعبه ديال التاريخ. ايوا اختاريت الشعبه وصافي. الواحد كيختار داكشي باش كيرتاح وداكشي اللي كيبغي. وانا عندي مع الحفاظه بزاف وهادشي كما كتشوف. عندي بزاف مع الحفاظه وداكشي علاش اختاريت. ايوا راه شديت الاجازه هاد العام، شكلك انا بعيد سميتو باش سميتو باش نتخرج هادشي اللي كاين. ولكن شديت الاجازه الحمد لله في شعبه التاريخ جامعه ابن زور، فكانت من الخير ليا والجميع. وبالنسبه كما قلت لك ان شاء الله ليس في شي خدمه، كانت شي خدمه هو هذاك ما كانش نشوفو. بغينا الماستر ولكن داك الشيء فهمتي ما عرفت. المهم راك كما كنقول لك ديما في يد الله، ما يمكنش لي نقول لك شي حاجه الا في يد الله الحمد لله. يعني كل شي حاجه كيقسمها لك الله راه كتشوفها. وحتى بالنسبه لهذا الشيء ديال التمثيل وهذا الشيء ديال المسرح والاغاني وهذا الشيء حتى هو راه في يد الله. اي حاجه كديرها الا فوق فوقيتها ديالها. شوف غير ما بين ذاك اللقاء ديالي معكم وعاوتاني امتى كتب باش نديروا اللقاء، يعني كل حاجه كتجي في الوقيته فاش مكتبه انها تكون. بالنسبه للصحه الفنيه متابع صراحه الجديد، وكان واحد الموضوع شفتو غير هاد يومين صراحه ما عجبنيش. هذاك هو الطلاق ديال اللي قالت بسمه بوسيل المغنيه المغربيه، قالت بان غادي يطلق. شو شحال ديال المغربيات فرحوا ليها وكيقولوا على رؤوسهم زعما راه مغربيات. راه بسمه بوسيل ماشي شي وحده جايه من ما عارفينهاش، راه مغربيه. يعني واحد الانسان تفرح ليه حتى في الطلاق، قال لك خصك تفرح. الناس ملي غيتجمعوا خصك دير المجهود ديالك باش تجمع بين جوج، ما باش يتفرقوا خصك تبعد. يعني والناس فرحوا وبزاف كيقولوا، وحتى المصريين اش كيقولوا؟ كيقولوا بان سحرت ليها، كيقولوا بان شوف وحده كاتبه راه السحر اللي كانت دارت ليه دابا راه تبطل، وصلت المده ديالو باش يتحيد داكشي علاش طلقات. شوف الطريقه هي كما كان الحال. هي بعدا راه كانت مزوجه بيه ولات معاه بناتها يعني بالحلال. يعني الناس دابا هذوك اللي كيكونوا اللي كيقولوا هكاك يعني بغاو يكونوا في ديك البلاصه وما لقاوهاش. ايوا يقدر تكون غير شي حاجه راه يقدر يرجعوا مع بعضياتهم، تقدر تكون غير في لحظه غضب قالت هكاك ولا شي حاجه. يعني الانسان بلا ما يفرح كما قالت، وراه يعني قالت واحد الحاجه، قالت الشاميتين، قالت لك راه نعتاتهم بواحد المصطلح بلا ما نقولوا صافي. راه هادشي انا اللي بغيت لي ما لقيتش ليه جواب. علاش نفرحوا للمآسي ديال الناس؟ ما بقيناش كنفرحوا للافراح ديالهم. نسمعوا دابا شي واحد تزوج ولكن ملي يطلق خصني ندير فرحه وننقز ونشعب. علاش كننقزوا بحال القروضه وننقزوا مالنا؟ شنو كاين؟ راه غير الطلاق هذاك، راه الله حلل الزواج وحلل الطلاق. كاين لاش الانسان يدير دوك بقي ينقز انا فرحانه انا زعلانه انا كابانه اش هادشي؟ راه بلاد الله يهديو صافي هادشي غادي نقول. هذا ديال الزواج واش كيبان ليهم؟ هي تزوجت الله يكمل عليها بخير والله يكمل عليكم. واي واحد اللي بغى يتزوج حتى هو الله يسهل عليه. هادشي اللي كان ايوا كلشي كنتم مدعوين، ولكن ان شاء الله باقي غادي ندير واحد العرس اللي هو كتعرف نتوما هاد الكورونا ما كاينش القاعات، ما كاينش الكافات، ما كاينش لا الكافه كان، ولكن خصها تجي عندك للدار. يعني خص تتفوت هاد الازمه ديال كورونا الله يبعدها علينا ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله غادي ندير واحد العرس اللي هو كبير ان شاء الله باذن الله. واش بصح انا كنقول لك تزوج فتره ديال واش بصح؟ راه قلت لك صافي تزوجنا. تو كيفاش واش بصح؟ ما تيخطينيش والناس شافوا الخاتم وانت ما شتيش ابوك صافي. لا لا مدام ديالي بعيده كل البعد على هادشي. المراه ديال الفنان الا كانت فنانه واخا، ولكن ماشي فنانه تكون بعيده. هذا الصداع ذاك انت كتعرف انت. هما جوج هي بس ما قلت له سميتو دغيا بغاو يطلقوا مخا هما غير قالوها يكتبوها يكتبها ما كاينش لا ورقه. يلا واش قالت
يلا واش تنفسات؟ قالوا دغيا فرحوا، قالوا راه طلقات وشي فرح، شي دار شي دار جاب الحلوى، شي كينقص في الشارع، اش هاد البعض يعني؟ دابا خص الانسان يتستر، الستره راه مزيانه. بالنسبه للناس كنقول لهم انا فرحان بزاف بالحاجه اللي كندير صراحه، ومفتخر بها حيت علاش؟ نابعه من قلبي الحمد لله. كنقلب على راسي، كنبحث، كنجتهد، المهم الحمد لله ما كنقولش على راسي لا ما خصنيش ندير، ما خصنيش نتعب، ما خصنيش نقلب، المهم انا كنبحث، هذا هو الاهم. الانسان اللي كيقلب على راسه راه مزيان، العيب هو الانسان يشفر مثلا، او لا يجريسي، او لا يدي ديال الناس، او لا يتعدى على الناس، او لا يسب الناس. انا جامي سبيت شي واحد، ما عمرني سبيت، انا ما عمرني عقلت كتبت لشي واحد شي كومونتير خايب، سواء عجبني الموضوع ولا شحال من حاجه ما كتعجبنيش حتى انا، ولكن ماشي ما جاتش انني نعلق ولا نضيع وقتي على التعليق. علاش نشوف كانني لم ارى شيئا؟ هادشي اللي كاين، خص الانسان يتعلم واحد الحاجه اللي هي عجبتني شي حاجه مرحبا، ما عجبتنيش بحال دابا انا كنقول الناس اللي عجبته راه مرحبا، اللي ما عجبتوش ما يمكنش. كنتمنى ماشي ما كنتمناش، ولكن ما عندي حتى شي حاجه، شي اله سحريه باش الواحد يبغيني بزاف. اللي بغاني الحمد لله راه كنشوفهم، عندي الناس لدرجه الناس اللي قراب اللي كيشجعوني عندي حتى في الواتساب ديالي، حيت حبهم حس بي بانه حقيقي ونابع من القلب. فهاد الشيء اللي كاين، ايوا كنتمنى الخير ليا ولجميع الناس، وكنتمنى ان تعجبهم الاغنيه ديالي الله ينصر سيدنا والله ينصرو. اكيد شوف شوف نقول لك واحد الحاجه، شتي الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه كما قلت انا في الاغنيه، الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه، واللي ما بغى هكا فهو ليس منا، سواء حزب ولا احزاب ولا اللي بغى يكون بشتى اسماء، اللي عدو راه الصحراء غتبقى مغربيه. هذه هي الرساله، واخا يعيا وما يديروا، ياك شتي غير وقفوا مشاو جراو، ياك شتيهم كي داروا هربوا هربوا ولا ما تلفتوش، ياك حرقوا دوك الخيام ومشاو كيجريو. علاش علاش ما يوقفوش؟ انا كنشوف الانسان ما يخرج المعركه تيكون قاد بها، هذا انا واقف في حسكه ما خصنيش نهرب. علاش نهرب؟ واش انا جيت نحارب وجيت نقول جيت باش نسد المعبر ونسد الحدود؟ علاش نهرب؟ اذا انت جبان، ولا من انت جبان خص تكون جبان تقولها مع راسك قبل ما تبدا، تقول انا جبان اش داني، علاش مشيت، خصني من الاول نتخر اللور، ماشي انا كما كيقولوا غير مخرج عينيا والو، غير كيما مازال كاع ما وصل حداهم، يلا واش شافوهم جايين؟ ايوا تحيه للقوات ديالنا المسلحه المغربيه، وتحيه للامن ديالنا المغربي. الحمد لله الحمد لله، المغرب ديالنا راه زوين بالامن والامان. شوف انا كنقول لاي واحد كيهاجم المغرب ديالنا، اللي ما بغاش المغرب ديالنا فهو ليس منا، صافي سلات. حيت واحد الانسان ما يبغيش الخير للبلد ديالو، بلدنا راه زوين، الناس راه حاسدين غير على السلم والسلام اللي عندنا في البلاد، الحمد لله. يا كنعسو مرتاحين ياك، وكنفيقو مرتاحين، هذا هو الاهم. راه حتى واحد ما راه شوف راه تاكل غير الخبز والماء، ولكن عايش في السلم، الناس راه عليهم الحروب، الناس راه كتموت، الناس ما مهنياش الخواطر ديالها. حنا دابا داكشي دابا اللي ما عندنا، اللي الاخرين بغاو غير ينعسوا مرتاحين، دابا حنا دابا كنديروا غير في بينا نفس السب والشتم والقلق، حيت حنا مرتاحين، ما كون كان عندنا الحرب ما نلقاو حتى ما بقى عندنا حتى الوقت باش نهزوا التليفون باش نديروا شي كومونتير ولا باش نسبوا بنادم، لا. ولكن حيت علاش واخدين راحتنا؟ تليفون وقول اللي بغيتي تقول، كتب يا خويا مع راسك، حيت مهني، ما كون كانت شي طياره فوقك ياك، ياك وكان شي حرب ولا شي حاجه، راه وهلي غتعيش في الرعب، غترعد هكا، غيدي التليفون ديالك ما تقدر تشدو باش تكتب، هاكا طيطيح مشى هزو المضرب والضو. خص الانسان يحمد ربي على هذا، انا بدا دائما كنحمد الله وكنقول الحمد لله على نعمه السلم والسلام، الله ينصر ملكنا محمد السادس، بعدا مرتاحين. هادشي اللي كاين، اي والله يهدي الجميع. يلا السلام عليكم، وكنتمنى ان الاغنيه تعجبكم. ايوا خليها مفاجأة، المهم حيت ما قلتش لكم بأنه الأغنية مزيج بالدارجة والأمازيغية، ياك، وكنت كنقول فواحد أقليد نغوي الصديس، ياك، هذا اختيار ربي، الله يخلي لينا زعما،
راه غادي يشرح لكم مازال هذاك البارتي ديال الامازيغيه الناس اللي ما كيفهموش الامازيغيه، وديروا مجهود باش تعلموا الامازيغيه وتفهموا الكلام الامازيغي. وشكرا لكم والله يسهل عليكم كاملين. شوفوا راه خصنا نبغيو الخير لبعضياتنا، خصنا نشجعوا بعضياتنا. واحد الانسان انا شوف شكون اللي غادي ما نتفقش معاه، مثلا شي واحد يقول لي غادي نمشي نشفر، غنقول ليه لا ما تعداش على ديال الناس، ما تعداش على ولاد الناس وبنات الناس دي لهم ديالهم، هذاك ما غاديش نشجعه. واحد اخر غيكريتي شي واحد ولا غادي يضربه، غادي نقول ليه لا. انا واحد الانسان مسالم شاب طموح عنده مآمن موهبته قبل ما يآمن بها اي واحد، هو مآمن براسه وكيبحث على راسه وكيغنيك. يعني علاش خصني انا 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 مني كنشجع اي واحد، خصوصا في الفن ولا في الرياضه ولا شيء، كون بالعكس الا عرفت شي بلاصه اللي غادي يجيه منه الخير انا غادي نقول ليه سير ليها. غير الحاجه الخايبه اللي ما نشجعش عليها، الحاجه الخايبه ما نشجعش عليها بنادم. ايوا هادشي اللي كاين. وشكرا لشوفتي في، شكرا لكم على التغطية، وشكرا لكم على أنكم دائما كتسهروا باش توصلوا الأخبار للناس وكتبحثوا. شكرا لكم، وشكرا لهم لأنهم أول منبر يوصل للقرقرات اللي مشاو. راه ما سهلش أنك تمشي تسافر وتضرب الطريق. شكرا لكم بزاف، يلا بسلام عليكم، يلا باي، يلا بي.